السلام عليكم. عبد الله حكا، كاتب عام جمعية ديال الحوض الأسفي. كيسعدنا اليوم بتنسيق مع عمالة إقليم أسفي والمركز الاستثمار مراكش أسفي ومغرب مقاولات والمجلس الإقليمي للسياحة بأسفي لتنظيم هذا اليوم التعريفي بجو السياحة لتعزيز العرض السياحي بمدينة أسفي اللي كتزخر ب دي بوتونسيال كبير باش تطور السياحة على المستوى ديال إقليم أسفي، سواء بما يخص السياحة الثقافية أو السياحة البحرية أو السياحة ديال رجال الأعمال، لأن مدينة أسفي كتوفر على معطيات كبيرة باش يتطور القطاع السياحي. والدولة دارت واحد الميكانيزمات باش ترفع من التنافسية ديال المقاولة السياحية في المغرب، وهاد الميكانيزمات بحال هاد اليوم جا باش يعرف هاد الميكانيزمات وباش يستافدوا منها المقاولين على مستوى مدينة أسفي، وخصوصا الشباب كذلك، لأن هذا العرض ديال الدولة كيعطي فرص الاستثمار وكينمي باش لتنمية التنافسية ديال المقاولة السياحية على مستوى ديال المدينة ديال أسفي والتجديد ديالها. نتمنى بأن هذا اللقاء ينجح في توصيل المعلومة للجميع المستثمرين اللي كاينين على المستوى الأسفي أو المستثمرين اللي كيفكروا يستثمروا في القطاع السياحي على مستوى ديال مدينة أسفي. لي زافونتاج اللي كاينين على مستوى الإنشاء ديال المقاولة السياحية أو مستوى ديال لا مودرنيزاسيون، دونك التجديد ديال المقاولة السياحية على مستوى أسفي. واللي جا به الجديد في هذا جو السياحة هو الاستثمار والتنشيط، يعني هذا جو السياحة بأن باش نشدوا يكونوا عندنا سياح يجوا عندنا نجذبوا السياح، ولكن ماشي خصنا غنجذبوا السياح، ولكن هاد السياح خصهم يجيو وتكون عندهم واحد الجاذبيه باش يبقاو واحد المده اونيفو ديال الاقليم ديال اسفي. وباش يكون هاد المده باش تكبر خاص يكون هاد التنشيط، وهذه هي الخاصيه ديال هاد البرنامج ديال جو السياحه. مرات في ليبرجمون في 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 النقل دونك في لا ريستوراسيون، دونك هذه المسائل كامله كتشجعها كيشجعها هذا البرنامج.